اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك، ولما نقول سمك يعني العب يا سمك. معانا سمك بولت النهارده من خير مزارعنا، الحبتين بيعملوا كيلو، يعني الواحده تعمل من 400 ل 500 جرام تقريبا، لطيفه وجميله. جاي على بالي اعمل السمك البولت النهارده بطريقه جديده، لا مشوي برده ولا سنجاري ولا زيت وليمون ولا مقلي. هتعملوا يا ابو غازي؟ هعمله النهارده صينيه بالبرغل، طاجن السمك البلطي بالبرغل، حاجه لطيفه جميله كده واخده السكه الاسكندراني، هيعجبكم ان شاء الله. معانا سمك فيليه قشر بياض، هعمله النهارده طاجن بالطحينه، والطحينه دي مدرسه، اهم حاجه تكون طحينه كويسه من زيت السمسم او من منتجات السمسم. هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا واحنا بنعمل الطحينه، مطبوخه مره او مش مره. معانا النهارده شوربه، بما ان الشتاء بيحب الشرب، هنعمل شوربه السمك النهارده بالكرفس، لطيفه وجميله واخده طعم المستكة والكرفس، هتعجبكم قوي. حلقه فيها تفاصيل كتير، وخليها سمك النهارده هتعجب حضراتكم النهارده. ولكن التفاصيل في ايه يا عم الشيف؟ ازاي اشتري السمك من الحلقه واروح على البيت اعمل اكله سمك لطيفه وجميله ومطبخي ما يبقاش في زفاره؟ الكلام ده هنشوفه دلوقتي حالا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعايز من الاخراج الجميل وفرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين نجيب اللوحه الفنيه اللي بتتكلم مصري من البولت بتاعنا من خير مزارعنا. حلو الكلام؟ اهو في قلب الصينيه. حلو، يقول لك اكلك منين يا بطه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي مقادير شوربه السمك بالكرفس. مقاديرها على الشاشة. سمك فيليه قشر بياض متقطع مكعبات مع صوص طماطم مخدوم جدا على النار بيغلي. نبص عليه، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو شوربة السمك بالكرفس. حلو قوي. ننزل بالسمك بتاعنا. في قلب الطماطم، عينيا، حاضر. ده شوربة الطماطم كده جاهزة، بس برضو مش مالية عيني. يوم الشيف المغازي التركية بتاعته كالعادة. العادة ان احنا، او المعتاد يعني، ان احنا شوربة السمك دي بتغلي مع شوربة، يا اما شوربة سمك يا اما طماطم، وفي الاخر بتتشرب، او الوايت صوص بتاعنا اللي احنا عارفينه. ولكن الطبيعي المغازي دايما عنده الجديد. هنعمل ايه؟ عشان الصوره تطلع حلوه لازم مطبخك يكون رايق، لانك انت وارد وانت في المطبخ يعجبك شغلك ويعجبك اكلك تصوريه وتهديه لاصحابك وحبايبك، وده جو حلو. لما بلاقي حد مصور اكل بتبسط. ليه بقى؟ يعني حاجه حلوه بنتكلم فيها تشغلنا على الاقل. اللي بيعمل اكله حلوه، اللي بيجي له ايحاء انه يعمل اكله حلوه، افكار حلوه، ان احنا نهديها لبعض على السوشيال ميديا حاجه لطيفه. حلو. ايه التركيه بتاعت المغازي؟ هنجيب طاسه دلوقتي ونهيئ السمك ده اللي في قلب الطماطم، ونشوف ازاي نعمل شوربه الطماطم بالكرفس. حلو قوي. ادي الطاسه معايا، بنحط في الطاسه دي معلقه زيت صغيره مع مكعب زبده، ده اللي هيخلي الشوربه بقى حكايه. حلو قوي. نشيل كل حاجه من هنا مش عايزينها، ملهاش عوزه. الله، حلو قوي. نجيب طبق الشوربه عشان التقديم، ونروق المطبخ بتاعنا كده وزي الفل. وانا عايزك في نفس الطريقه في مطبخك، زي ما الشيف المغازي شغال كده، نفس القصه. انا منكم تقف في المطبخ، خش المطبخ، وبعد الحلقه مباشره اللي انا بعمله من خلال الحلقه انت تعملي في المطبخ. السمك اشترينا النهارده كيلو ونص من البولتي، الواحده بتعمل نص كيلو. عملنا صينيه جميله، صينيه السمك البولتي بالبرغل، شفناها ازاي مع بعض. معايا سمك فيليه قشر بياض، عملت منه حاجتين، عملت طاجن بالطحينه من المطبخ والمدرسه الشاميه،
او المطبخ الشامي او المطبخ البيروتي. حلو. وعملنا شوربة السمك بالكرفس، طاس على النار بتسخن ونحط فيها فص ثوم محترم. نستنى عليه هسه، ناخد الكزبرة الخضراء نشيل دي من هنا عشان مضايق المصري، نقلب كده، ننزل بالكزبرة الخضراء التقليبة دي مهمة. الله، كزبرة خضراء وتومة ومعلية زيت او مكعب زبدة، ونسيبهم على النار لغاية لما اشم ريحة الكزبرة. شوية كزبرة ناشفة، شوية فلفل والملح بتاع الشوربة، ونسيبهم في قلب الطاسة. حلو الكلام. كل اللي انا هعمله دلوقتي الطشة بتاعتي. منين يا عم الشيف؟ لحظة، فاكرين ولا نسينا؟ حد يفكرني؟ شوربة السمك من الراس والديل. هو ده السر. هنا يا عم الشيف. يا ويلي يا ويلي، ده الشيف عمل من الفسيخ شربات. الشوربة لطيفة زي الفل. شيل ده من هنا خالص، ملوش عوزة. الشوربه معايا خلصت. ايه الاخبار هنا؟ فيها سمك؟ صوص طماطم؟ هي كده مش شوربه سمك، يعني ضعيفه جدا، يعني لو شربتها في اي مكان دي مش شوربه خالص. تبقى امتى شوربه؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب لما نحط ده هنا كده. خلص الكلام. شوربه السمك، تعالوا نغرفها مع بعض. لطافه شياكه. الله، ده موضوع، دي قصة، دي حكاية. كريمة؟ لا مش هنحط كريمة خالص، زي ما هي كده. يلا نغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي. جاهزة غلوة، بس أشوفها بتفور بعينيا، أشوفها تفور بعينيا. إيه ده يعني؟ هو ده أخدها زي ما هيك. هو ده. اللهم صل على النبي. دي شوربة السمك بالكرفس. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، خبرة طهوية حضراتكم اللي تقولوا. جبنا سمك البلطي عملناه طاجن بالبرغل، خدنا جزء من الهامور بتاعنا عملنا شوربة سمك بالكرفس بمدرسة المغازي، شفناه مع بعض. وعملنا كمان طاجن السمك بالطحينة، ومعانا عدل السفره دي يا شيف بوغازي، لا مكرونه سباكيتي ولا عيش، هي عايزه السمك شوت الرز الابيض بتوعنا، يتحط الرز بعد ما يتغسل يتفلفل مع حبان وورق لورا ومعلقه زيت صغيره كده، ونستر شوت رز بس. يبقى معانا مفلفل بالشكل ده كده يخدم على التلاته. حلو الكلام. ناخد بعضنا ونطلع فاصل ولا الحلقه خلصت يا استاذ رحاب؟ خلصت. طيب ماشي. طيب نشوف الرؤية والفن والإبداع مع أكلة سمك معتادة دايما من إيد الشيف المغازي، بنشوفها يوم الاثنين، وعشان حضراتكم غاليين علينا بنعيدها يوم الخميس من كل أسبوع. يعني رؤية وفن إبداع وبساطة وسهولة ومرونة، كمان خف الدم، كمان خف الدم. الكلام ده منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.